عطية مش ناسي حاجة يا راجل. زي ايه يا حبيبتي؟ فكر شوية. الله، انا مش بوزتك ولا البوزة ما عجبكيش نعيد؟ اي حاجة منك بتبقى حلو، بس فكر. الله، فكريني يا وليا ان كنت ناسي حاجة. اوليا دي يا اخويا، شايفني واقفلك لبسلك عباية سودة ولا واقفلك في طابور العيش؟ وهي اللي واقفة في طابور العيش مش بني آدمة برضه، بس انت بقى احلى من 30 واحدة من اللي بيقفوا قدام طابور العيش. بتبقى واحد تاني وانت مش واخد الحباية يا عطية، هو ده اللي انت ناسيه. لا انا مش ناسيه، انا نفسي بطلع. انا ساعديني يا حبيبتي. هو انت مش قلتلي ان مفهوش ادمان ولا حاجة؟ يا خراب، ده ابو الادمان يا اخويا. يعني هيجي اوحش من الحشيش ولا الافين اللي الناس عماله تشرب؟ بتنسيني ان انا متجوزه واحد قد ابويا وانت واخد. اخ، دخلت في السلك الشائك. خلاص يا ستي هناخده، هات الشريط كله وانا بلبعهولك. خد يا حبيبي، مفيش منه النسواني عطيه. بوب 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 بوب. ده انت بقى عايزه تقوم حرب اهليه ليليه. والله زي القمر من غير نظافه يا اختي، تقلو قوي. قولي لي يا بنت، عامله ايه مع عبد الله؟ اهو مستنيه ربنا يفكها على امي. هيفكها ان شاء الله. فاكره يا بنت لما عبد الله كان بيكتب اسمك على باب البيت وامك تروح تقول لامه وتيجي تضرب بك وامي تيجي تحوش عنك؟ كان حمار ده، كان بيكتب صباح بالسين. لو انه سيبه ان امي كاتبها ازاي معرفش. بيحبك يا بنت، هو حد يطول؟ كان يتلتع تحت الشباك بتاعنا، بيقف يسلم على الحاره واحد واحد وعينه على الشباك ما تنزلش. دلوقتي لما بنقعد مع بعض بنتكلم في المطبخ والقطن. قطيعه تقطع الجواز بسنين. قولي لي انت عامله ايه مع كريم؟ بتشوفيه؟ حفظي مكهربنا، ما بنعرفش نقف خمس دقايق مع بعض. ما يجي يخطبك يا بنت من عم سعيد. نايلي هو حالته حاجه؟ امال ايه، انتوا مقضينا حب كده وخلاص؟ ادينا صابرين لما نشوف، لما اقوم افرجك على شويه حاجات. وريني. شفتي بقى؟ دول شوية قوم صنم أبويا كان جايبهم من النبي أيام لما كان مسافر. الله، دول حلوين قوي يا سعاد. ليكي واحد هدية لما تدخلي، واللون اللي أنت عايزاه كمان يا صباح. يلا. النبي صحيح؟ إن شاء الله يخليكي، هاخد الأحمر. يا بنت وطي صوتك، ضحكتك مايعة قوي. يوه، أنت ما بتحبش ضحكتي؟ ده أنا بموت فيها. يا خراب اسود على الدلع وقلة الأدب. سلام عليكم. أهلا بالسبع. شفت بيقفل الباب ازاي؟ واد ما عندوش إحساس. سيبك منه. أسيبني منه ازاي وهو كاتم على نفسنا زي الرب؟ وأنا اللي كنت ناوي أرقص لك النهاردة لما عرفت إن مراته بايتة عند أمها. انت على طول كاتم على نفسي كده. يلا قوم شيل الشيشه ويلا خلينا ننام. قوم. لا، هيحصل الليله. ساعة كام في ايدك يا واد؟ 2 يابا. ليه؟ ما تدخلش البيت ده قبل الساعة 4 الصبح، ما دام مراتك مش بايتة معاك هنا في البيت. ليه يابا؟ أول مرة أشوف أب يطلب من ابنه يجي متأخر. اب وابنه ايه؟ ده انت بقيت قد في السن والبعيد ما بتفهمش ولا بتحس. يعني هي سخنتك عليا؟ الكتم يقعد في عم امك. امي ايه بس يابا، دي في سني. اقعد بقى اوعى عليا كده وضيعلي اليوم. مش هضيع لك حاجه. انت طالب مني ايه دلوقتي؟ اخرج ولا نام؟ تخرج بره البيت طالما مراتك مش هنا. طب اخرج كده ولا البس؟ البس، ما انا عارفك. البس وريني عرض كتافك. ده انت ابن كلب مالكش مثيل. خارج يابا، خارج. يلا يا ابن الكلب. ايه
الميه دي للشرب بس يا رضا، اوعي تطبخي بيها ولا تغسلي. في ايه؟ ابوك والحربايه كانوا بيتودودوا النهارده. على ايه؟ الولايه عماله تزن على دماغه، ياخدوا الاوضه دي ويطلعونا الاوضه اللي بره. مش هتجيبها لبر الولايه دي الا لما تخليه يطردنا من البيت. اعملي نفسك ما سمعتيش حاجه. معقوله يا بلال؟ معقوله يا اخويا ننام في الاوضه اللي بره؟ ده اللي ماشي في الحاره يسمع فيها دبه النمله. يا رضا اصبري بس لما يفتح معايا الموضوع ساعتها نشوف. اقول لك خدي هاتي لهم غدا بكره وروشي كده بكيلو لحمه ودخلي لهم ياكلوا، يمكن ربنا يحنن قلبه علينا. ما نشوف. خلي بالك اللي احنا لفينا الدنيا كلها لغايه ما جبنا لك النمرتين دول، احنا عاملين معاك كل الواجب. الله يكرمك يا معلم. الله يخليك. طول عمرك ابو الواجب. الله يخليك ويبارك لك. هات يا عم. عندي عبد الله. عندي بس الف مبروك. الله يبارك فيك. ايه؟ الله فلوس ايه؟ هنستلم امتى بقى؟ دلوقتي حالا يا ريس. تمام. الف مبروك. الله يكرمك. الله يخليك. الف شكر. السلام عليكم. اللهم صل على النبي. يا عبد الله العربيه واقفه وحش زيرو. هو ده قلع. سمي بقى وخش من رجلك اليمين على اساس فتحه خير يعني. الف شكر يا معلم. الله يبارك لك. الله يبارك لك. ربنا يخليهم لك. على مالك. طب وتاكسي؟ تاكسي تاكسي. ايه وجبنا تاكسي؟ تاكسي. والحلو تاكسي؟ تاكسي. اوبا اوبا اوبا. بقول لك ايه يا صاحبي، اللي اوله شرط اخره نور. تمام كده، محدش يعرف اي حاجه ان احنا جبنا تاكسي. ها ليه يا عم الحاج؟ ليه؟ اما بنعمه ربك في حد. ايوه يا حبيبي، حدث ده لما تبقى فلوس يمين مش شمال. يا نبيل، هو في حد بينبش ورانا ولا ايه؟ طبعا يا معلم، من اين لك هذا؟ فجاه كده بقى معاك فلوس وانت قبضك كله على بعضه ما يجيش 500 جنيه؟ نبيل انا على يدك مجرد المصنع، يعني كله امان يا معلم. يا حبيبي حق الدورين بتوع الحاج مصلحي ممكن يتهرش. ما يتهرش، واحنا كاتبين على نفسنا وصل ولا اسمع ايه؟ اللي بقول لك عليه، محدش يعرف اي حاجه، واذا اي حد سالك قول له ان انت سواق على التاكسي ده، يعني هم هيدوك نشال لو عرفوا ان انت مشارك على تاكسي. خلاص ما نقولش لحد ولا صباح ولا حد طمي. واما اما اما وتعالي يما يما. وجبنا تاكسي تاكسي. تاكسي تاكسي تاكسي. وتعالى وانا تاكسي تاكسي. ويما يما. بس يا بس يا بيه بس يلا، الله يخرب بيوتكم. وحشتوني يا عيال زيلكم. ايوه يابا. ايوه يا نادي يا بنتي، قولي لامك اني اني دخت على الفسيخ اللي هي طالباه ومش لاقيه. اني عارف هي مش هتصدق. اعملي في امك بقى. تعملي يعني ايه؟ خلاص ما تجيبش. مين الفند اللي بيصفر لها ده؟ تلاقيه صايه من سايه الحارة. لا الصفارة دي قديمة وانا فاكرها وانت عارفاها. انت جيت امتى؟ من شوية كده قلت اعدي على امي اسلم عليها واشوفها قبل ما ابويا يرجع البيت ويعمل مشكلة. والمرة كنت عايز اطمن عليك. انت قصد تخليني اعيط صح؟ شفتي بقى؟ شفتي بقى انت بتحوري الكلام توديه على فين؟ طب يعني يا شوقي لو انا كنت وحشتك مش تقولها لي؟ طيب ماشي يا سيدي وحشتي. يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي. امسكي. لا يا شوقي انا مش عايزه منك حاجه يا اخويا، كفايه انك انت بتسال عليا. اخبار الصياعه ايه؟ اسال يا اخويا وانا احلف لك على المصحف ان انا ما بخرجش من الاوضه. بلاش اسال دي، امسكي. مادام ما بتخرجيش الاوضه امسكي امسكي خليهم معاكي. وحمادي حمادي بقى وتلمي، ولو عوزتي اي حاجه انا رقبتي سداده كلميني. انا همشي. طب يا اخويا هشوفك تاني امتى؟ قريب بس ادعي لي ادعي لي ابويا قلبه يحن عليا ويرجعني البيت عشان انا تعبان تعبان قوي. يا رب يا اخويا يحن قلبه عليك. طيب انا
همشي. خلي بالك على نفسك. أنا وافي على شوقي بس يطلبها. يا رب يا أخويا يا رب. هيقها دي. دي واحدة أيام الجامعة، أيام ما الواحد كان لسه مراهق وشيوعي والكلام الفاضي ده. ما أنت أكيد عشت الأيام دي وعرفاها. لا يا حبيبي، وأنا عايشها ليه؟ أيام زفت بعيد عنك. كان الفقر يحدفك في أي اتجاه معاكس وحزبه معارضة، وتلاقي نفسك داخلة في بظاهرة مالكيش فيها. طب ما الفقر لذيذ أهو. لذيذ؟ ده أنت اللي لذيذة. مساء الخير. مساء النور. ازيك يا حبيبتي؟ اهلا وسهلا. وتعبتي نفسك ليه؟ ده انا كنت هوديها النهارده. لا ما ينفعش مي، لازم تبقى موجوده في الدار دلوقتي حالا. ليه، في حاجه؟ احنا هنتكلم على الباب ولا ايه؟ يا خبر، معلش انا اسفه. اتفضلي. اهلا وسهلا. اتفضلي. والله عندي تفتيش من الوزارة وما ينفعش مي ما تكونش موجودة. مشرفت الدار يا ماما. أهلا يا حبيبتي. إزيك يا حاجة؟ طيب أنا هوصلكم. لا، إحنا هنعدي على الشؤون الاجتماعية وبعدين هنروح على الدار على طول. اعملي شاي يا ماما. شاي إيه؟ إحنا كده هنتأخر. بسرعة يا حبيبتي وحياتك. يلا يا مالي حبيبتي، يلا قومي البسي هدومك عشان المشرفة جاية تاخدك بره. ليه ضحكتي عليا يا ماما؟ ليه بتقولي كده يا مي؟ عشان انا عرفت كل حاجة. عرفت ان انتي مش ماما وان بابا مش بابا. ايه الكلام ده يا مي؟ مين اللي قالك كده؟ انا سمعت التيتا وهي بتقول لواحدة صاحبتها. لا يا حبيبتي، دول اكيد بيتكلموا على حاجة تانية. انا سمعت الكلام ده قبل كده في الدار وكل يوم بسمعه. يا حبيبتي كلهم كدابين، صدقيني. انا ماما انا مش زعلانه، ما كل البنات اللي في الدار مالهمش ولا بابا ولا ماما. بس انتي لا، ما تسيبينيش ما تسيبينيش لوحدي، خليكي معايا، بحبك قوي. انا كمان يا حبيبتي بحبك قوي. مش هسيبك يا مي، مش هسيبك يا حبيبتي، ما تخافيش. يلا بقى نمسح عيننا الحلوين دول ونقوم عشان نروح مع المشرفة، وانا هجيلك بكرة ونقعد نلعب طول النهار. ماشي؟ ماشي. هاتي بوسة لماما. الله. اجيب حاجة ساقعة؟ تسلميلي يا حاجة، تسلميلي. خدي بالك من نفسك يا مي. حاضر يا ماما. وتاكلي البسكوت ده كله. حاضر. هتوحشيني. وانت كمان يا حبيبتي. يلا يا مي بقى يا حبيبتي عشان هنتاخر. خدي بالك مني. بوسه لتيتا يا حبيبتي. مع السلامة. مع السلامة. لا اله الا الله محمد رسول الله. يا روح قلبي. يلا يا حبيبتي، يلا. مع السلامة يا لي. مخبية حاجة. هتكون مخبية ايه بس؟ مش عارفة، استعجالها مش طبيعي ومش عاوزانا اوصلها. انا هلبس اروح الدار اشوف فيها. ايه يا لي، لحقنا وحشناكي؟ امال فين مي؟ اقعدي بس خدي نفسك الاول. انتي في حاجة مخبياها عليا بخصوص مي؟ هو في، بس انا مرضتش اقولك. في ايه؟ يا حول الله يا رب. الحقيقة أسرة بنت حلال قوي جت واتبنتها.
ايه؟ ازيك يا خالتي صفية منورة؟ خشي خالتي. تعرفي خالتي ولا نيلة؟ ولا حتى تعرفي أم؟ رحت تشوفها متلابت؟ ما أنا لسه جاية من عندها وبقت حلوة يا خالتي. زعلة خالتك صفية ليه يا نادية؟ هتبطل الهباب ده اللي حرق صدرنا. حاضر. تعملي شاي يا نادية. حاضر. ولا شاي ولا يحزنون، أنا حالفة ما بشربش حاجة في بيتك. الله. هو كلكم عارفين على بيتي ولا ايه؟ في ايه يا ست صفية؟ في حماتك اللي المرض كلها وانتوا ما عندكوش خبر، اللي حتى ما هان عليكم تروحوا تشقوا عليها. يا خالتي ما انا كنت عندها امبارح وما كانتش طايقاني، اعمل ايه يعني؟ انت كنت عارفه ان امك عملت جلسه غسيل كلى؟ عارفه عن ايه؟ انا داخله في ليله سودا، والله لو مال ارون ما هيقضيها. يلا وايه المطلوب؟ ما حد يتصل بالمحروس ابنها؟ واد ما عندوش دم؟ لا بيتصل بيها ولا بيبعت لها فلوس، خلفة الندامة. طب ده احنا مش عارفين نوصل، نعمل ايه؟ نسيبها تموت ولا نقف جنبها؟ خالتي ما انت عارفة ربيل وغطا، اعمل ايه يعني؟ والعين بصيرة واليد قصيرة، وقلت لها على التعويض، قالوا عليا حرامي، أنا حرامي يا خالتي. يا أخويا العفو، صحفية. بيه اللي ريقها بأي حاجة؟ مش تحلف على مراتك ما تدخل بيتها. وماله؟ يبقى خدي لها برتقال يا نادية. طب والمسيح الحي كانت لسه هناك واخدلها قد كده؟ تصدق انك واد مش متربي. الله 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 الله، عيب كده يا خالتي، انت في بيتي برضه. اسم الله على بيتك. استني بقى ايه؟ هتطردني من بيتك؟ انا ماشيه. بقول لك يا بت، يبقى روحي شوف امك، دي مهما كان امك، ولو كنت نسيتي يا اختي يعني ايه امي بيسالي في الكنيسه، يمكن يرجعوا لك عقلك اللي كانوا بسلامته. كل هم عيال تقرف كل بلد. غوري هات حته فحم يا بت، جاتكم البلاوي. حاضر. يلا يا ابني اخلص، احنا هنقعد جنب اليافطه دي اليوم كله؟ لسه قدامنا الحاره كلها لسه ما اتعملتش معظمها. خلص يا ابني اعمل معروف. ست صفية جبتي لي البطاقه؟ بطاقه اخوي. البطاقه الشخصيه عشان اطلع لك بطاقه الانتخاب. ده بنت رايق، امشي يلا. يا ست صفية دي مصلحة هيجي من وراها خير. أنت يجي من وراك خير؟ هتديني البطاقة الشخصية، هطلع لك بطاقة الانتخاب، هتروحي تكتبي اسم الراجل بتاعنا، هتقفشي 50 جنيه وقتي، وحش؟ أخدهم إمتى يعني؟ قبل ما تخشي اللجنة طوال. طب بص أنا هجرب، إذا كان كده يعني هجيب لك بطاقة أنا والبيت صباح. كده هيبقوا 100 جنيه. هنشوف، ولو إنك ما تضمنش 5 متر قدام. احنا كل اللي بينا نص متر بس، هستنى البطاقه اخر النهار. ها اخلص يالا، عندنا يوفط كتير عايزين نعلقها. يلا انت ما بتشربيش ليه؟ انت بتصلى اليومين دول، اهدى بقى. ايه يا عم البت الجامده دي؟ امال بس عمال تقول لي تعالى معايا موزز معايا موزز. ايه يا بت لسه اليوم طويل، ما تفكيها بقى. نعيش فكة يا عسل. هو شوقي مش هيغني النهارده ولا ايه؟ انا عارفه يا اختي. مات. يا فندم تحت امرك. هو المطرب اللي اسمه شوقي تسميه مش هيغني النهارده؟ لا يا فندم هو تعبان شويه مش هيقدر يغني النهارده. ليه ماله؟ ما اعرفش، الله اعلم حقيقه، الله اعلم. على فين انت تخلعي ولا ايه؟ انا صارف دم قلبي. ما تخافش، انا اروح الحمام اتظبط الشغل ونجيلك. اطلب لنا ازازتين بيره. ايوه كده يا مات. لا يا بنتي بسرعه احسن يجروا وراه. ما كنا قعدنا شويه عيال لذيذه. لما يذكروا مش هيبقوا لذيذ، اقعدي انت يا اختي. خدي بالك عيال كتير عيالك بتشتغل الشباب الصيادتي يا بت. تنظامي، من هاتيهم بالك بقى عشان كارتس خلص. خدي هو بيرد عليك انا برد عليا. مشكلتنا يا جماعه ان قوه الانتخاب بتنحصر في قوه الناخبين وقوه المرشحين المتقدمين. بمعنى ان انا من غيركم ولا حاجه، وانتم من غير الناخبين ولا حاجه. علشان كده عايزين نوصل للرجل الشارع الغلبان في الشارع وفي الحارة. عايزكم تحصروا أكبر عدد ممكن من الأصوات اللي موجودة في أبناء الدايرة عندنا. مش عايزين واحد ما يكونش عنده بطاقة انتخابية. عايزين نطلع لكل واحد البطاقة الانتخابية الخاصة بيه ونديها له لغاية بيته عشان نشجعه يجي ينتخب. احنا لحد دلوقتي عاملين 200 بطاقة لناس ما كانش معاهم بطاقة أصلا.
برافو برافو، عدد بسيط صحيح بس بداية كويس. أنا معاه يا ريس. فاهمك فاهمك. نشأت. نعم. مكافأة فورية للولاد. حاضر فندم. يا جماعة احنا عايزين ننزل للمواطن الشارع، عايزين نحتك بيه ونعرف مشاكله ونعرف همومه، عايزين نعرف كل واحد بيعاني من ايه، خاصة المواطن البسيط اللي موجود في دايرتنا، عايزين نعرف ايه همومه، عايزين نعرف الهم اليومي للمواطن المصري، هو ده همنا. عفزي، هو ايه الهم اليومي للمواطن المصري؟ ولا ايش عرفني ولا انا قلت، اساله هو. ايه يا بلاش مالك فيه؟ لا يا مغزى، الهم اليومي للمواطن، معلش يا ريس، اصل حفظي مش عارف يعني ايه هو الهم اليومي. لا لا مش مشكله، يعني سؤال جميل، والواحد لما يكون مش عارف حاجه لازم يسال. الهم اليومي يا جماعه هي المشاكل اللي بيعاني منها المواطن يوميا، بمعنى رحلته في البحث عن الميه، عن العيش، عن الدواء، عن العلاج، عن المصاريف، عن اللبس، كل الحاجات اللي بتشغل دماغه خلال يومه مع أولاده ومع عيلته وفي بيته وفي شغله. بالتالي لازم نعرف إيه المشاكل دي وتكون هي مشكلتنا الأولى وهمنا الأول. يعني مثلاً نعمل إيه؟ بمعنى لو افترضنا أن احنا دلوقتي في الشتاء، إيه اللي ممكن يحتاجه المواطن فترة زي دي؟ البطاطين يا تاب. الله ينور عليك، يبقى احنا من بكرة هنجيب بطاطين ونوزعها على الناس اللي تستحق. أوكي؟ هسيبكم مع نشأة ترتبوا مع الموضوع ده. اوكي مع السلامه. السلام عليكم يا باشا. شايف شايف العالم بتفهم ومركزه وعارفه. انا مش لسه قايل لك كل الكلام اللي هقولك ده دلوقتي؟ بس مش كده. لا قايلهولك كده وانت اللي بتستعبط. عايزين بقى مكافاتهم. على فكره البطاطين موجوده من امبارح، بس هو بيحب يشوف افكاركم يعني. شوفنا يعني اذكياء ولا لا؟ بالنسبة للي قال عليه الأستاذ نشأت هيدينا فين؟ لأي حاضر، كله جاهز إن شاء الله. أيوة فين يعني؟ حالا. إمتى؟ أهي يا أخويا الأوراق المطلوبة. فين الست الصوفية؟ أنا أخويا. وفين الست السعدية؟ أيوة يا أستاذ. مين فيكم متبرع عن الست صوفية؟ أنا يا أستاذ وبطاقتي أهي. طب أنتِ تقرب لها إيه؟ بنتها. متبرع بيه يا اخويا؟ انا مش فاهمه حاجه. مفيش حاجه يا امه، يا استاذ ما الورق قدامك اهو، خلصنا بقى. ايوه بس الطلب اللي قدامي بيقول ان صباح سيد احمد هي اللي متبرعه بكليتها، والسيد ماهر حبيب متبرع لسعديه عبد السيد. يا لهوي انت عايز تموتني محصوره ايه؟ بس يا امه بس يا لهوي في ايه يا امه؟ استعدي يا امه، فهميني يا امه. طب لا ولا تعمل ولا ما تعملش يا اخويا، ابوت ولا ما موتش يا امه. اوعي ما انت عايزاني اعمل ايه بس ياما؟ اعمل ايه بس؟ سيبك تموتي ياما. حشفي ما تنسهمش. ولما هو ما حدش بيموت ناقص عمري يوم. انا ايه بس اللي هيجرالي لما تيجي كليتي؟ الشر عليك يا دنيا، تمشي الحكايه دي من دماغك خالص. ياما استهدي بالله بقى، استهدي بالله وافهمي. انا الدكتور طمني، قال لي ان البني ادم عادي ممكن يعيش بكليه واحده ومش هيجرالي حاجه، لكن انت ياما الاثنين عندك بايظين. يعني انا مش هيجرالي حاجه لما اديكي كليتي؟ لو جرالك حاجه يعني ما تشر عليك. لا انا يا سعيدة هموت نفسي وراك يعني ولا ايه؟ وانت ياما انت لو جرالك حاجه انا اعمل ايه؟ عايش بقيت عمري اقول يا ريتني كنت اديتها كليتي. هبوس ايديك ياما، هبوس ايديكي زي ما طول عمرنا بنقسم الرغيف سوا. مش هيجرى حاجه لو اديتك كليتي. انت لازم تعيشي ياما، ولا انت عايزه تسيبيني لوحدي؟ انا عشت طول عمري غير عشانك انت يا حبيبتي. خلاص ياما وفي بقى عشان خاطري. اسعد دكتور الاول. ماشي ياما، بس انا متاكده انه هيقولك نفس اللي قاله لي.
الواد مش كان يبقى هنا يولد بره على امي بكليتي، وانا والمسيح الحي ما كنت هواف؟ هي دي معقوله؟ ايوه اقعدي احرجي في دمك انت على حته كلب ما يستاهلش. يقول ايه هو انا بقى في حاجه؟ ايه يعني لما اديك الكليه؟ ها؟ بلاش يا ستي، خديها مني وهتبقى حاجه مني شايلها جواكي. اسكت بقى يا ماهر، انا مش عايزه حاجه. يا وليه يا جاموسه، انا راجل مشلول ومحتاج اللي يخدمني. هعمل ايه بعد ما تروحي مني يا سعديه؟ ها؟ هروح فين؟ مش هيحصل لي حاجه يا ماهر، اطمن. هنستنى ايه اكتر منك ده؟ وهو ابنك لو يحط في عينه حصوه ملح كان بعت لنا قرشين نزرع بيهم الكلب بدل ما تتمرمط انت ولا تمرمط انا. درع كلب 80,000 جنيه. وهو من ساعة ما سافر ما بعتش غير 5,000 جنيه عمر، هيهون عليه يبعت 80؟ لو ليه عجل؟ اه. عايزة تسيبيني الصبح يبهدل فيا، حصل لك حاجة. قول بقى انك باصص لنفسك وخايف عليا اموت لحسن ما تلاقيش حد يخدمك. ايوه يا سعدي، انا بحب نفسي. بس المهم ما تخرجيش مني يا سعدي. انت شقيانة طول العمر. ده انت ما تستاهليش كلمة، ده انت تستاهلي جسمي كله يا صاحبي. ارجع سعدية عشان خاطري. روح انت البيت وانا هجيبها لك لحد البيت. شوف الواد الجبلة يا واد، بقول لك اروح ازاي وانا برتعش. خد يابا بطانية واحدة بس يا واد، انا هموت من الساعة. خد يابا، خليك كده ملخبطني. اقول للناس ابني بيشتغل ايه؟ ما اناش عارف اقول لهم ايه. قول لهم اي حاجة، ما انت قلت شغال في الحشيش يابا، هتقول اكتر من كده يابا. المهم الراجل ده هو اللي جايب البطاطين، احفظ شكله كويس عشان تكتبه في الانتخابات. مادام بيدي للغلابه يبقى هينجح، ومادام هينجح يبقى عمرك ما هتشوف وشه تاني. ورا استنى هنا، ورا هنا اهو. امسك استنى يا واد، استنى هنا ايدك. امسك بصوا يا جماعه، بكره في كميه كبيره هتيجي وكله هياخد. خالي العظمه، بكره ايه؟ ما خلاص خلصنا. امال انت كنت عايز نخلص منهم ازاي؟ بس احنا معانا. ها اه نتوش لنا 200 بطانيه. حلو قوي، وانا مظبط لك اللي هياخدها. خد يلا 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 فيك العمار. موضوعنا النهارده يا اخوانا هو موضوع الساعه، ومش الساعه اللي هي يوم القيامه، لا الساعه اللي هي الساعه دلوقتي. ايه هو موضوع الساعة؟ مباراة في كرة القدم، في الفوتبول. في الفوت ايه؟ ايوه في الفوتبول، بين دولتين شقيقتين مسلمتين عربيتين. طبعا عرفتم هم مين؟ هم مين؟ ها؟ مصر والجزائر. عليكم الرغم انتوا بتتفرجوا وبتشوفوا كل حاجة. ها؟ ماتش كورة بين مصر والجزائر. الماتش ده فين؟ في كأس العالم. قال كأس العالم، ومعشان كأس العالم ننسى كأس الآخرة، ويتحول الماتش لحرب. حرب بين الإخوان، بين المسلمين، بين العرب. لا حول ولا قوة إلا بالله، استغفر الله، اذكر الله من قلبك يا سيدي، قولوا لا إله إلا الله. ومن ليه الماتش قال بعد كده لازم يحصل يعني ماتش فاصل عشان يحددوا مين اللي يوصل لكأس العالم. ام الفوفا ولا هي اسمها ايه؟ ايوه الفيفي. ام الفيفي دي تحكم انه يبقى ماتش فيه ماتش فاصل فين؟ في السودان الشقيق، اللي هم سموها والعياذ بالله معركة أم درمان، معركة بين الإخوة، الإخوة في الدين، الإخوة في الله، بسبب ماتش كورة. صلوا على حضرة المصطفى.
اذكر الله يا سيدي، قول لا اله الا الله من قلبك. ليه كل ده؟ عشان ايه؟ عشان ماتش كوره؟ لا حول ولا قوه الا بالله. كل ده عشان كاس العالم؟ طب ايه اللي حصل بعد كده؟ ها احنا ما رحناش كاس العالم، وهم زي ما راحوا زي ما رجعوا، ده ما جابوش جون واحد يوحد ربنا. مش ده اللي حصل يا اخوانا؟ مش ده اللي سمعناه؟ انا لا ليا في الكوره ولا بحب الكوره ولا بشوف الكوره، بس ادي النتيجه. العيال الصغيره، العيال الصغيره دلوقتي مش طايقين بعض. تبص تلاقي العيل المصري، تيجي سيره العيل الجزائري يبقى متاخد منه كده ومتمحرر وعايز ياكله، وهكذا العيل الجزائري. عشان كده يا سيادنا انا من هنا من هذه الحارة الفقيرة بوجه رسالة بالفم المليان للشعب المصري العظيم ولشعب المليون شهيد في الجزائر. بقول للاثنين اتقوا ربنا، خافوا الله، اقتلوا الفتنة في مهدها، الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها. ايه بتعملوا ايه؟ لازم ننسى الماتش ده خالص، ولازم نفوق لنفسنا. ادعوا معايا يا ناس، اللهم ارحمنا جميعا. اللهم ألف بين قلوبنا. اللهم اهدي عقولنا الى ما فيه الخير. اللهم اهدنا الى الصراط المستقيم. اللهم ارحمنا يا ارحم الراحمين. والصلاة والسلام على حضرة المصطفى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتقابل في الكلية بقى. طب هكلمك تاني. خشي. خليه مفتوح. ايه؟ بقى انت بتخافي منه يا سعاد؟ لا مش خايفة يا كريم، بس انت عايز تقفله ليه؟ افرض ابوك طب علينا دلوقتي يقول ايه؟ طب هتقعدي؟ انا عارفة انت عايز تقول ايه، طبعا اخباري واصلة لك هوا. ايه؟ خلاص هتسيبيني؟ مش قادرة تستني؟ استنى ايه بس يا كريم؟ هو انت فاضي غير للنت والنسوان اللي عليه؟ يا دي النسوان بتوع النت، يا بت وانت كل يوم شايفاني مع واحدة. اهو حاجة بتسليك، لكن انا بقى محبوسة بين اربع حيطان. واللي بينا يا سعاد؟ اهو بينا، محدش عارف الزمن. ايه؟ هتتجوزي؟ هخرج من الفقر يا كريم. احنا لو فضلنا طول عمرنا نستنى بعض مش هنتجوز ابدا. يا اما بقى هنبقى زي صباح وعبد الله والناس تلمنا شويه قطن عشان نعملهم مرتبه وننام عليه. اه يعني بعتينا عشان شويه فلوس مش كده؟ ظروفي كده. الحب من غير فلوس زي الاكل من غير ملح ملوش طعم يا كريم. بس انا بحبك يا سعاد، وبعدين يعني السؤال اللي على النت دول عمري ما هفكر اتجوز واحده منهم. بس لو كان معاك فلوس كنت اتجوزت واحده فيهم صح؟ انا ماشي يا كريم، بس لازم تعرف ان انا كمان بحبك، بس لازم اتجوز. هو ده البيت يا عم الشيخ؟ عم الشيخ ايه؟ بيه 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 ايه يا عم الشيخ انت بتقول ايه؟ نعرف نخش جوه؟ نخش جوه؟ نخش. نخش جوه ازاي؟ العيال والكلاب مخليها ريحته مقرفة. أنا واخد على كده. الأماكن اللي زي دي هي اللي فيها الخير كله. طب اعمل حسابك بقى إن أنا عريس جديد، يعني مش فضيلة. هبقى أفوت عليك كل شوية. مش عايزك. مش عايزني؟ مش محتاجك. يا نهار أسود. عم الشيخ. هي دي الخرابات ولا بلاش؟ بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. فرحتي معاه. افرح يا عم افرح. دي ارض 100 100 يا جدعان. هي الارض دي بتاعت مين يا عبد الله؟ بتاعت واحد كان مأجرها مغزى من زمان. احنا عايزين الارض دي لمده شهر واحد بس، وبأي سعر؟ اعتبرها متأجرة خلاص، بس طمني. في ايه يابا؟ يابا حد لعب في الارض دي؟ لعبنا فيها واحنا عيال صغيره، ده حتى كانوا بيقولوا فيها كنز. فيها اقطع دراع الارض دي فيها. يا رب والله يبقى ليك الحلاوه. حلاوه ايه يا ابو حلاوه؟ انا هاخد نص اللي هيطلع من الارض دي. نص مين يا عم الحاج؟ اوعى الطمع يا عبد الله، ما تخنقنيش. لا لا ولا اخنقك ولا تخنقني، نص النص. وعشان تطمن عبد الله المصاريف كمان بالنص. يا عم انت بتتكلم في ايه؟ دي المصاريف كلها عليا انا، اعتبر الارض متاجره خلاص. ميم. انا معاك في اي حاجه. راجل يا ولد. بتتكلم في ايه؟ يا
معاني وانا ملهولك بضاعة. يا رب. ألف 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 مبروك يا باشا. الله يبارك فيك. مبروك يا منى. الله يبارك فيك. اتفضل اقعد اتفضل. ده هتاخد منه حبايه قبل الاكل، اما ده بقى هتاخد منه معلقه قبل النوم. واللي قبل النوم ده مش ممكن اقعد الصبح؟ بص حضرتك انت هتفاصله. ما قال لك حبايه قبل الاكل ومعلقه قبل النوم، ايه هي فصال طماطم؟ هي يا دكتور قبل النوم مش هفتكر اخده. لما تكح يا حبيبي تقطع قلبك وتشق صدرك كده هتفتكر تاخده. اديله دواء. 25. شكرا. اتفضل روح انت تعمل نهد لوحدها في البيت، وما تنساش تاخد لها غدا معاك. طب انا شايف يا بابا يعني ان حضرتك لو روحت واتغديت معاها هيكون احسن. هي اشتكيت لك ولا حاجه؟ لا طبعا يا بابا، بس انا شايف يعني ان حضرتك بقالك فتره بتروح تنام على طول، يعني ما بقيتوش تخرجوا زي الاول. وقفت الاجزخانه على رجليا ليل ونهار تهد الحيل. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. انا بقى دكتور الدوله. ما قلت لك 100 مرة مش عندي. طب يا دكتور أنا بسأل يمكن جه. طيب مفيش أي فوار للدماغ، مسكنات، أي حاجة تشد الأعصاب؟ مش لازم دواء كحة. وريني. اجري هاته من أجزخانة تانية، اجري، امشي. يعني أنطر كباري كده؟ أيوة. ماشي يا دكتور. خد بالك الواد ده تاجر حشيش، لا يجي يطلب منك حاجة كده ولا كده تديلوش. لا ما أنا عارف يا بابا عارف. طيب. أمشي أنا بقى علشان خاطر ما تأخرش بقى، تعبت انا النهارده. السلام عليكم. طب يا بابا لو حضرتك تعبان خد العربيه واروح انا بتاكسي. لا 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 انا عايز اتمشى كده، امشي رجليا شويه. يلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تامر بيلمع على ايه؟ وايه حكايه انك ما بتقعدش معاها بقالك كتير دي؟ تكونش ناهد لما هيطلب حاجه؟ ولا الواد شايف حاجة؟ الفكر هيدغدغ دماغي. أنا يا ربي لو كنت محتاج جواز ولا وجع قلب، أنا كنت محتاج واحدة تخدمني بعد السن ده كله. ما دام الجواز اللي بالشكل ده على اللي عايزين الجواز في السن ده. بس انا حاسه كده ان حضرتك تعبان شويه، ممكن حضرتك تمشي وانا اظبط الحلقه واشوفك قبل ما نطلع على الهوا.
لا 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 بالعكس، انا مش تعبان خالص، انا بس كنت عايز اعرف انت بتفكري ان احنا نبتدي الحلقه ازاي ان شاء الله. تعرف ان حضرتك فيك شبه كبير من بابا، بس طبعا انت اصغر منه. هو انا الحقيقه مش كبير قوي، بس برضه مش صغير قوي. بالعكس بقى، انا ساعات كتير قوي بشوفك طفل، خصوصا وانت بترد على الناس على الهوا، بترد عليهم بمنتهى الطفوله. لا حول ولا قوه الا بالله، استغفر الله العظيم يا رب. وانا مش كبير قوي صحيح، بس مش لدرجه ان طفل يعني. ما قلتليش هنبتدي الحلقه ازاي ان شاء الله؟ بصراحه كده انا مش عايزه اتعبك. لا بالعكس، انا مش تعبان خالص، ده شغل وانا في الشغل ما تعبش ابدا. تصدقني يا استاذ لو قلت لك ان انا حاسه كده ان انت مش عايز نكتب لك اي كلمه تبدا بها البرنامج، عارف ليه؟ ليه ان شاء الله؟ علشان اي كلمه بتقولها بتخش قلب المتفرج على طول، حتى لو كانت الكلمه دي غلط. انت قريت الكتاب ده قبل كده؟ لا للاسف ما قريتهوش. هو انت برجي برجي ايه؟ هو حضرتك ليك في الابراج؟ لا ماليش لا في الابراج ولا في الاحلام، والله انا ما عارف سالتك السؤال ده ليه اصلا يعني. انت بتعيطي ليه؟ حاسه بالذنب. انت مرات يا صفاء سنة الاول سنة. مين قال كده؟ صفاء الجواز العرفي ده زي اي جواز رسمي يعني. امال ليه حاسه ان انا خايفه؟ ليه حاسه ان انا بسرق؟ ليه بنتقابل من ورا الناس؟ ليه امي واخويا ما يعرفوش؟ ليه يا خالد؟ عشان المجتمع اللي احنا فيه عايز كده يا صفاء. مجتمع فاشل في انه يحقق ابسط حقوق. مجتمع حرمنا من كل حاجه. حرمنا نتجوز بحجة الشقة اللي مش موجودة. وحرمنا من الحب عشان خايف علينا نغلط يا صفاء. أنا مش عايزة أسمع أي خطب يا خالد. أنا عايزة أحل المشكلة اللي أنا فيها. نفسي أمي تاخدني في حضنها وتقولي مبروك. نفسي أخويا يعرف. نفسي أفضل معاك. نفسي أخلف يا خالد، مش خايفة إني أخلف. أبوس إيدك شوف لي حل المشكلة أنا. طب اهدي بس يا صفاء، اهدي، أنت مش مظبوطة دلوقتي، اهدي ونتكلم بعدين. لا بعدين ولا قبلين، أنا ماشية. شفت الخيبة اللي أنا فيها؟ اتجوزك وسايبك وماشية. فيني أحكي معك شوية؟ طبعا. تعال نتمشى شوية قبل ما يجي الأكل، أوكي؟ روح روح روح. السلام عليكم. روح اتفضل. ليلى مقمرة. ايه رد على التليفون. مش وقت مش وقت. فيني احكي معك بصراحة؟ طبعا، ده انا بموت في الصراحة. ما عم بفهمك، كنت بشات حدا تاني. ما بعرف هيدي هي شخصيتك ولا انت قاصد هيك. انا عن جد كتير محتارة، بليز فيك تفهمني. يا ريت وخلصنا. هرد على التليفون بسرعة بسرعة. السلام عليكم. انت لسه ما جيتش لحد دلوقتي يا بتتكلم. ايه هلا، امال هتفرش ال 40 امتى يا زبالة؟ انت فين هلا؟ لسه مع الموزة؟ اه يا وسيم. طب يلا يلا بسرعة بسرعة خالص، تعال. ماشي، ما جاي اهو.
مسافة الطريق أكون عندك. يلا سلام. لو مشغول فينا نكفي حكي بعدين. لا 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 احنا كنا بنقول ايه؟ نسيت اللي قلت لك ايه؟ لا لا فاكر، كنت بتقولي يعني ان انا في الكمبيوتر غير في الحقيقة صح؟ ايه بس لو تفهميني. ايه فهمني، عم بسمعك. بص انا تالي انا انسان بسيط واللي في قلبي على لساني على طول، ولما شفتك يعني في النت عجبتيني قوي. والله العظيم عجبتيني وحبيتك، ولو عايزاني اتجوزك والله العظيم مستعد اتجوزك. فيك تقلي شعر؟ شعر ايه دلوقتي؟ بدي اسمع اي شيء من اللي كنت تقلي اياه على الشات. بقول لك ايه، الاكل دلوقتي زمانه نزل وانا على لحم بطني، ناكل واقول لك كل اللي انت عاوزاه. ماشي ماشي. بابا انا كنت عاوز حضرتك في موضوع كده. يا اخي خش في الموضوع بقى، سيما حلقه في مسلسل. انا مره شفت نهى قاعده مع واحد شاب واللي عارف ان هو مش كويس. انت كلمت حوالي شهر ونص كده، شهرين. شهر ونص؟ شهرين؟ ما قلتليش ليه؟ يا بابا انا خفت عليك. خفت عليا؟ ما خفتش على سمعتي؟ يطلع مين الواد ده؟ اسمه شمس، وكل اللي اعرفه عنه انه سمعته زي الزفت. فين؟ فين الزفت؟ مفاتيح العربية. ايه يا بابا؟ هات. رايح فين يا بابا؟ مش عايزين شغالين ولا زفت. يا خلاص في ايه؟ ايه؟ وانت كمان تمشي من هنا، تلم هدومك وتمشي فورا. يا راجل ده انت اتجننت. ده انتوا اتجننوا العابد. عارفه لما كنا ساكنين في عماره محترمه وفيها ناس محترمين وابن شاب وخايف عليه من الفضيحه، انا كنت رميتك على السلم زي الكلاب. لا لحد كده هو كفايه. اذا كان تامر ابنك قالك على الواد اللي شافه معايا في الشارع وخلاك تشك فيا، تبقى اتجننت، دماغك اتلحظت من البرشام اللي بتاخده. ايوه يا اختي، غلطت على القذاره بالبجاحه بتاعتك. ايوه عرفت واحد، بس تفتكر يا دكتور يا متعلم يا صيدلي، لو انا عايز اخونك مفيش مليون طريقه امنع بيها الحمل. ده لو انا عايز اخونك من اصله. امال يا اختي ده تسميه ايه؟ فهموني لحسن انا مش عارفه. صدقه يا اختي روشانه. اللي انت عايز تعمله يا عطية اعمله. انا خلاص زهقت، حملتني الهم بدري. انت نسيت انك اكبر مني ب30 سنة؟ محدش ضربك على ايدي. لا ضربتني وفهمتني ان الدنيا هتبقى وردي، هصفرك وهلبسك وافسحك واجيب لك شقة جديدة، وفي الاخر رسيت على شقتك القديمة عايشة فيها انا وانت وابنك اللي كاتم على انفاسي وعلى حريتي. ناهد الواد اللي اتبطل ده ابن مين؟ رد عليا. قلت لك ردي. قلت لك ابنك. غلطت لكن ما خنتش، عرفته لكن ما كملتش، مش علشانك، علشان انا اتربيت كده، اهلي ربوني كده، وانت السبب، انت اللي حطيت مشاعرك كلها في حبايه من غيرها ما تقدرش تحس انك بني ادم. انا مستعد اعمل اللي انت عاوزه، ولو عايزين تعملوا التحليل اللي بتقولوا عليها دي اعملها. الواد ده ابنك. تلم هدومك وتمشي من هنا، فاهمه ازاي؟ ابوس ايدك ما تطلقنيش دلوقتي، استنى شويه فكر. انا غلطت بس انت كمان غلطت، وبقولها لك لاخر مره، صدقني الواد ده ابنك. وانا كمان بقولها لك لاخر مره، ارجع في الفيلم ما لاقيش. فرح ولا طور ولا عيد ميلاد؟ تحت امرك. انا عم مبارك ابو الواد كريم صاحب الفرش ده. خلاص خلاص خلاص. ايه لما تشوف الهوانم عايزين ايه؟ اجري هاتهم حاجه ساعه. اهلا وسهلا. مالك مستمر كده ليه؟ معلش الواد ده طول عمره رخمه كده بيغرق في شبر ميه. خلصنا بقى يا عم بركه. عشان كده الفلوس ما فرشناش. حاضر حاضر. شايف يا ابن الكلب جبت لنا الكلام؟ معلش استنى، هو الواد ده لخبط طول عمره كده. انا هجيب الحاجه الساعه، رحب بيهم وهات كراسي يلا اتحرك.
يلا خلاص شو نادرة؟ كنت حقول لك على ليش عم بتكذب علي؟ شو كان رح يفرق لو كنت محارب؟ أنا ما كان بدي حدا غني، أنا بدي حدا ما بيكذب علي. بس خلاص اللي بدي أعرفه عرفته. سلام يا أسطى. الحاجة الساعة. الله هم راحوا فين؟ ايه انا عملت لهم ايه؟ راحوا فين؟ يا ارحمني بقى، كفايه اللي طينت فوق دماغي، ارحمني بقى. استنى انا في ايه اللي حصل؟ الله تعالى راح فين؟ رايح في 60 داهيه. يا كريم مالك يا حبيبي؟ ايه اللي حصل يا ابني؟ ما تقول لي يابا. هي دي البت اللبنانيه اللي كلمتك عنها؟ اللبنانيه؟ ايوه. انت مش تلاغيني هلا؟ سايبني على غنايه كده؟ معلش معلش، ما حصلش حاجه. اجري وراها الحق. اجري وراها ايه؟ ما خلاص باظت زي ما كل حاجه باظت فوق دماغي. ولا يعني انا اللي حكيتها؟ عشو عم تبكي هلا؟ عم بكذب عليك. شو كان رح يفرق معي غني ولا فقير؟ عن جد هيدا حيوان. احسن انك عرفتيها حقيقته. رما يا اخويا في ايه؟ مالك؟ صفاء في ايه؟ صفاء بنت عدت خالتها. مش هناك البنت، مش هناك، وتليفونها مقفول. صفاء فين؟ انا عارفه بقى، حقيقة بقى المكان زمانها جاي. فضلت تدلع عليها لغايه ما طلعتيها. طلعتيها يا رما. يا لهوي صلاة، وين هي صلاة فيها يا صلاة؟ يا حبيبتي يا بنتي، يا حبيبتي يا بنتي. ايه ده، انت مستني حد؟ لا خالص، استني اروح اشوفني. تمشي في جنازته؟ ما انت قتلت ابويا ومشيت في جنازته. هي اختك احسن من ابويا؟ انت انت تعملي فيا انا كده؟ اشرب يا صلاح وبكيف. ابوك كان عايز يقتلني، ضرب عليا نار. المسدس كان صوت. ما ايش عرفني انا قتلته وهو بيصلي؟ ابوك كان تاجر مخدرات وانت اكتر واحد عارفه. انا كنت بقضي واجبي. وانا كمان كنت بقضي واجبي. اختك فرع مايل في عيلتكم، ما اقولكش اسيبك مغفل. انت ازاي كنت قادره تقولي بحبك؟ اه دي بقى الحاجه الوحيده اللي عمري ما ضحكت عليك فيها. اه كنت بحبك، بس لما عرفت انك انت اللي قتلت ابويا قطمتها. ربنا ينتقم منك. ربنا ينتقم منك. انت ضيعتيني. انت اللي ضيعتيني. انت عايزه مني ايه دلوقتي؟ جاي تتفرج عليا وحبل المشنقه حول رقبتي؟ عايزه مني ايه؟ جاي اتفرج على اللي يتم اخواتي ورمل امي وحرمني من احلى حاجه في الدنيا. عارف هي ايه؟ ابويا. عارفه انا نفسي فيها يا منى؟ أشرب من دمك. أه بالحق يا صلاح، البدلة لايقة عليك. هي صح من غير دبورة بس حلوة. مبروك. سلام. قول يا معلم، نص 50 جنيه دلوقتي، والنص ده لما تيجي تنتخب فوق، بس هتنتخب لطف. خدك من حمزه ده خالص. وانت شرط، خد يا سيدي امسك اديله اي خدمه. ماشي تمام بكره تيجي تاخد النص الثاني على طول. ماشي. ايه ده؟ خلاص ايه ده؟ ايه ده؟ اسمع انت، هو اسمع يلا، مش الرئيس تيجي بكره؟ طبعا خيط وحش ولا تقدر بلعك قلبك. حاضر يا باشا. يلا رجاله يلا. Thank you.
السلام عليك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا زينب؟ الحمد لله. ان شاء الله تسلم يا اخويا. ازيك انت؟ تعبان، تعبان قوي. البيت من غيرك ظلمة. ومن غيرك انت كمان. البيت مش هينور الا بيك. اديني جبتها لغاية عندك بقى حلو. يلا قوم روح بقى وارجع بيتك. لا يا شوقي، انا مش هطلع البيت غير لما امك تسامحني. مسامحاك، مسامحاك يا اخوي، وانت كمان لازم تسامحني. انا اللي غلطت، ما عرفتش احافظ عليك، كان لازم اخليك ما تعملش اللي انت عملته ده. بجد يا زينب، انت دلوقتي مسامحاني من قلبك؟ اي، انا ماليش في الدنيا دي غيرك يا تمام. يا ايه؟ يا استاذ تمام. يلا يلا يا حاج بقى، يلا قوم روح بيتك معانا. والله كبرت يا شوقي وبتصالح امك على ابوك. بس فضل حاجة واحدة كده، كنت عايز رضاك. عارفها وموافق يا ابني على جوازك. ربنا يخليك يا حاج، ربنا يخليك لينا. الله، أمال فين عيش؟ سبقتني يا أخوي على البيت كده. طب يلا يا شوقي، خد أمك وزبونة كمان على البيت. أنا هختلي بنفسي شوية وهحصلك على طول. حاضر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هتنوري بيتك يا زينب. ربنا يخليك. السلام. ألف حمد وشكر ليك، ألف حمد وشكر ليك. زبالة انت هو واقفين هنا ليه؟ يلا هذا انت هو، امشي يلا. موقف الحمير اتنقل من هنا، يلا امشي. ايه يا دكتور؟ ما خلاص يا بابا، لما اقول امشي تمشي. خلاص يا بابا، مش مستاهله يعني. الله، اوعى بس انت. شوف يا هذا انت هو، احنا بطلنا حكايه الحقن والبرشام دي. اي مخلوق فيكم هيعاتب هنا وعايز برشام من غير روشته، انا هبلغ عنه البوليس احطه في السجن. يلا حبيبي ورينا عرض كتافك انت اهو. يلا حبيبي الدار ورينا الحلال. تامر افتح لك زخان، هات الطبنجة من جوه. حاضر يا بابا.